نروح نشوف تمرينة الأهلي النهاردة أخبارها إيه، نروح للتاتش لايف وزميلنا كريم أحمد من داخل النادي الأهلي، تمرينة النهاردة أخبارها إيه واستعدادات الأهلي لمواجهة الترجي. مباراة كريم كنت بقول إنها بالتأكيد مهمة، يعني نسبيا طبعا سهلة بعد سكور كبير، النتيجة العريضة، المشاكل اللي بيعاني منها الترجي في الفترة الأخيرة، استقالة نبيل معلول، غياب أسماء مؤثرة، ولكن في النهاية أعتقد إنه الأهلي بيتعامل مع المباراة وكولر بيتعامل مع المباراة بمنتهى الجدية. نطمن منك على فرقتنا وبعد كده أتكلم على الأسماء اللي احتمال إنها تغيب عن مواجهة الترجي. اتفضل كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يعني بضم صوتي لصوتك بالتاكيد بعيدا عن الشوط الاول، انت عارف طبعا هم شوطين، شوط اول الحقيقه النادي الاهلي اداه بقدر نجاح كبير جدا وباداء وباصرار وبرجوله وبامور عظيمه جدا الحقيقه لفريق النادي الاهلي، لكن انت عارف الاختلاف الكبير وبناكد في كل مره، وانت عارف طبعا زميلي احمد المتغيرات كثيره جدا في كره القدم، ويمكن كولر الحقيقه بياكد على هذا الامر، الاحترام للمنافس امر مهم جدا. الشوط الاول انتهى بكل ما فيه، ما تعرفش الشوط الثاني ممكن يكون فيه ايه، عشان كده بنشوف جديه كبيره جدا لفريق النادي الاهلي في التدريبات. النهارده يعتبر التدريب الرئيسي والاساسي لفريق النادي الاهلي وليس غدا، النهارده يمكن التدريب هينتهي بتقسيمه معتاده لمستر كولر، لكن هيكون فيها شغل كبير جدا، هيكون فيها العناصر اللي هتشارك ان شاء الله بمشيئه الله في المباراه. التدوير مهم لان انت عندك مهمه كبيره جدا، عندنا بنفقد عدد من لاعبي النادي الاهلي سواء للاصابات او اي امور اخرى، او ايضا كمان لعدم المستوى، الراجل عنده رؤيه مهمه جدا وعارف متطلبات كل مباراه ايه، عشان كده ثقتنا كبيره جدا في الجهاز الفني بالكامل مستر كولر ان هو يضع طبعا يده على كل اللعيبه ان شاء الله تخوض هذه المباراه بالتكتيك بالشكل بالمهام بالوظائف بكل حاجه ان شاء الله باذن الله. الجديه موجوده، يمكن الجو مأكدنا زميلي احمد صعب شويه في التدريب، لكن في هذه اللحظات يمكن الجو ابتدى يعني يهدى شويه لان الجو كانت حراره صعبه جدا في تمام الخامسه موعد انطلاق تدريب فريق النادي الاهلي. الامور طيبه الحمد لله للفريق بالنسبه للاستعدادات. على الجانب الاخر يمكن خلاص عرفنا ان فريق الترجي يصل اليوم في تجهيزات مميزه جدا الحقيقه من فريق النادي الاهلي، او من ايضا كمان الجانب الاداري لفريق النادي الاهلي لبعثه الترجي اللي هتكون متواجده هنا في القاهره. الامور طيبه بالنسبه للتدريبات، الاستعدادات ينقصنا توفيق ربنا سبحانه وتعالى والجهد الكبير من جمهور النادي الاهلي اللي ان شاء الله باذن الله يكون سر الفوز بمشيئه الله. صحيح، كريستو طبعا بره لانه سافر مع منتخب تونس عشان يشارك في كاس العالم. الكلام على الشناوي، حمدي فتحي، رأفت خليل، عمرو السوليه، نعرف منك موقف الاسماء اللي احتمال تغيب عن مواجهة الترجي المقبلة. يعني طبعا رأفت، هبدا معاك برأفت، بيوصل التأهيل، شفناه النهارده بيوصل التأهيل. الشناوي يمكن ايضا كمان هو الاصابه المطوله شويه، يعني من اسبوعين لثلاث اسابيع شد في السمانه او مزق في السمانه، يعني هي مش هتكون كبيره عن اسبوعين او ثلاثه، لكن ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره جدا في علي لطفي يكون متواجد بقيمته الكبيره، ويمكن بالتأهيل المميز جدا النفسي والذهني والبدني للميشيل يانا كنا اللي بيحاول يجهز كل حراس المرمى، لان خلاص علي لطفي عنده دور مهم جدا بعد مباراه الترجي في مباراه بطوله الدوري العام. فيمكن علي لطفي بيتدرب تدريبات مميزه جدا، وخلاص الراجل عارف ان هو هيحرس عرين النادي الاهلي في واحده من اهم لحظات الموسم، عشان كده ان شاء الله كل الدعم لعلي لطفي في الفتره القادمه ولكل لاعبي النادي الاهلي. عمرو السوليه يمكن شفناه النهارده بيشارك في التدريبات، لسه طبعا التدريب لم ينتهي حتى هذه اللحظه، هنشوف طبعا غدا لان غدا هيكون المعسكر لفريق النادي الاهلي عقب انتهاء التدريب. مروان عطيه كمان يمكن اكد لك عليه، يمكن الناس اتكلمت ان هو عنده نزله برد وممكن ما يكونش متواجد، مروان عطيه بيأدي تدريبات مميزه جدا النهارده، الراجل متواجد في الجرعه التدريبيه الكامله. رامي ربيعه ايضا كمان يعني بنعمل ان شاء الله يكون في الفتره القادمه مع فريق النادي الاهلي، لكن الكل ماشي في التاهيل. كريم فؤاد، اكرم توفيق بيأهلوا في الملعب، الطب بيقوم بدور كبير جدا لان احنا عندنا يعني قامات كبيره جدا وقوه ضربه كبيره جدا ان شاء الله تعود لصفوف فريق النادي الاهلي، هتفرق مع النادي الاهلي بشكل كبير، لكن الاهلي بمن حضر الكل طبعا جاهز، ده اللي احنا بناكد عليه لكل جمهورنا العظيم، ينقصنا التوفيق ان شاء الله. خليني اسالك الله. على انا عارف طبعا انه كريم واكرم، كريم فؤاد واكرم توفيق بره الحسابات اكيد في الماتش اللي جاي، لكن احنا شايفينهم بقالهم فتره بيتدربوا مع الفريق، هل في ميعاد عن موعد رجوعهم للتدريبات بشكل كامل واستعداداتهم للمشاركه؟ يعني طبعا هو اكرم اللي بادئ التاهيل من البدايه طبعا قبل كريم فؤاد، يعني يمكن نقول فرص اكرم هي الاقرب، لكن لسه يمكن تعرف في تاني كبير جدا 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 تحديدا في الرباط الصليبي، وتحديدا لاكرم وكريم توفيق لان هم عودتهم هتكون اضافه كبيره جدا، فمش عايزين اللعيبه ترجع، لان احنا بنشوف الحقيقه زميلي احمد يعني لعيبه بتعمل رباط صليبي وبترجع تاني، فعشان كده في تاني كبير جدا في جزء علمي مهم جدا من الجهاز الطبي، عشان كده ان شاء الله عايزينهم جاهزين، عايزينهم في المرحله القادمه مهما طول الامر معاهم، لكن بيأدوا اداء مميز جدا، ملتزمين بكل البرنامج التأهيل.
الاسرائيلي قوه كبيره جدا ان شاء الله باذن الله تكون مع صفوف فريق النادي الاهلي. لكن ارجع اقول مباراه الترجي الاهلي بمن حضر احترام كبير جدا للمنافس، جمهورنا عليه دور كبير جدا في تحفيز كل اللاعبين، توفيق ربنا ان شاء الله يكون معانا، لان هي بتبقى تفصيله صغيره جدا، حاجه بسيطه جدا هي اللي تفتح باب الفوز بمشيئه الله، ولكل حادث حديث بمشيئه الله بعد هذه المباراه. صحيح، كل التوفيق لرجالتنا ان شاء الله يوم الجمعه يفرحوا جماهيرهم يوصلوا للنهائي الرابع على التوالي. بشكرك طبعا، شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد. دي كانت اخبار النادي الاهلي.